السجن ما غير فكرة. عمر السجن ما غير فكرة. عمر السجن ما غير فكرة. هلا نحن هون قدام السفارة البريطانية ببيروت، وقفة تضامنية مع علاء. هالوقفة هي وقفة دولية عم بتصير بكذا مدينة، عم بتصير بواشنطن دي سي، عم بتصير ببريطانيا، عم بتصير بإيطاليا، بكتير بلدان، للضغط على الحكومات العربية والأجنبية يلي عم تجتمع هلا بكوب 27 بشرم الشيخ لا يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح. وضعه في خطر. علاء فتاح بقاله أكثر من 24 ساعة ممتنع عن الأكل وعن المياه في اضطراب كلي. كل دقيقة بتمر هو عد تنازلي في حياة علاء عبد الفتاح. علاء فتاح اللي ما يعرفش هو مقضي الفترة الأخيرة كلها من عمره، آخر 10 سنين تقريبا ما بين السجون، بيخرج من سجن عشان يدخل في سجن مرة تانية. في أكثر من 60,000 شخص معتقلين سياسيين بالسجون المصرية، فنحن مش بس جايين نحكي عن علاء، عم نحكي كمان عن آلاف المعتقلين اللي ما بنعرفهم ولا حنعرف أساميهم. وده بيحصل في الوقت اللي فيه قادة العالم دلوقتي بيجتمعوا في شرم الشيخ في قمة المناخ. أي كوكب هم عايزين يحافظوا على المناخ فيه ويحافظوا على التغيرات المناخية لمين؟ لأجل مين؟ لأجل الإنسان. الإنسان بيموت في السجن. بكرة المية يجيبوا مليون. بكرة المية يجيبوا مليون. والمليون هيدوسوا فرعون.